مشاهدينا هسه صارت ويانا الدكتوره مروى اسماعيل اخصائيه الجلديه والتجميل حتى نتحدث وياها اكثر بخصوص موضوع الامراض الجلديه برمضان وايضا تاثير الصيام على الجلد نفسه والمشاكل اللي راح نواجهها بالجلد اثناء الصيام. مساء الخير دكتوره، رمضان كريم. مساء الخير على الدكتوره، اهلا بك. اجمعين يا رب. دكتوره بالبدايه حابين نعرف من عندك شنو الاشياء اللي راح يتعرض لها الجلد خاصه بشهر رمضان المبارك لانه يقل النوم وفتره الصيام تكون طويله. اكثر شيء يتاثر به الجلد وخصوصا الوجه برمضان هي الجفاف. لان احنا راح نمتنع الى فتره طويله مدى نشرب مي، وحتى بعد الافطار قليل اللي يلتزمون بشرب المي. فاكثر شيء راح ياثر علينا الجفاف، الجفاف هو اساس المشاكل هوايه، يعني احنا من يصير عندنا جفاف بجلدنا راح تصير عندنا حكه، راح يصير عندنا تحسس، راح يصير عندنا انه تطلع لنا حبوب، فهو هذا راح يكون سبب المشاكل الثانيه. طيب دكتوره برايك انت اللي ذكرتيهم شنو نسوي حتى نعالج مثلا او ما نخلي الصيام انه ياثر على البشره او يطلع لنا مشاكل احنا في غنى عنها؟ اهم شيء انه التزم بشرب السوائل. نعم. وقدر الامكان التزم بالمي مو بس السوائل الحلوه، لان السوائل الحلوه ممكن همي انا بعدين تسبب لي حبوب بالوجه. ثاني شيء انه نلتزم بالترطيب، انه لازم انه اني ارطب البشره من الداخل بالسوائل ومن الخارج بالمرطبات الطبيه اللي تناسب كل نوع بشره. نعم. طيب دكتوره هسه احنا ذكرنا الامراض او المشاكل اللي راح يتعرض لها الجلد خاصه بشهر رمضان المبارك لانه فتره الصوم، شنو هي الاشياء الايجابيه اللي راح ممكن احنا نكتسبها بهذا الشهر بسبب فترات الصوم للجلد؟ الامراض اللي تكون تحسسيه اكثرها شويه تقل بهاي الامور، ليش؟ لان انت كذا ساعه ما راح تكونين ماكله اكل ممكن يسبب تحسس. أي. اكو ناس من اكل معين تطلع لهم حبايه او تطلع لهم احمرار او حكه، فهذا الشيء يفيد انه واحد وقت طويل ما راح يكون ماكل هذا الاكل. نعم. ثاني شيء انه ممكن مرات الصيام يعطينا مناعه، فممكن اكو التهابات جلديه معينه هم تقل فتره الصيام. ممكن اكو هوايه امراض جلديه تصير نتيجه تراكيز معينه بالمعادن مال الجسم، فهمينا الصيام هو فرصه انه يعادل هاي المعادن مال الجسم، فهمينا نتخلص منها. اي طيب دكتوره شنو هي الاجراءات التجميليه اللي ممكن نسويها حتى نحافظ على الجلد وصحه الجلد وخاصه في شهر رمضان المبارك؟ اول شيء نبدي بالشيء اللي كنا نقدر نسويه واللي متوفر اللي هو اني التزم بشرب الماء. نعم. ثاني شيء نيجي على شيء شويه اقوى اللي هو اعرف شنو المرطبات اللي تناسب بشرتي والتزم ايضا بها. ثالث شيء انه ابتعد قدر الامكان انه اطلع بالشمس واني صايمه، يعني لان الشمس ويا الصوم وتكون بشره خلينا نقول جافه او متحسسه راح يسوي لنا مشاكل اكثر. واللي انصح به انه خاصه بهاي الفتره خلي يكون اهتمامنا بطبيعه جلدنا اكثر من اهتمامنا بالتجميل. يعني اني ممكن الجا للاطباء التجميل او اطباء الجلديه بالايام العاديه على مود اسوي فيلر او بوتوكس او اجراء تجميل لتغيير بوجهي. نعم. خلي يكون بشهر رمضان انه بالعكس تركيزي على انه اني اتعب على السكن على الجلد مالتي. انه اسوي اوبر نضاره، اسوي اوبر فيتامين، اسوي فد اي سكن بوستر او اشياء معالجه للسكن تعوض لي هذا اللي اني الحرمان اللي صار ببعض العناصر بالجسم بسبب الصيام. ودكتوره انت ذكرتي هاي الاوبر النضاره وهاي لازم انه واحد يستمر عليها لو مثلا حسب مره مرتين وبعد ما يسويها؟ كل ابره وحسب هوايه بها انواع، كل نعم. انواع حسب السكيجول مالتها او شلون الجدول مالتها. بس بصوره عامه انت حتى اذا تسويها مره احسن من ما تسويها، لان هي هاي الاوبر ما تضر بس مجرد تفيد. ممتاز. فاني التكرار هيخليني احصل نتائج ديمومتها اطول او احسن، بس مو انه اذا ما اتوقف عنها راح ارجع اسوء من قبل. صحيح. بالعكس هي بس مجرد معوضات عن الاشياء اللي بشرتنا هي اصلا فقدتها. نعم. طيب دكتوره مروه ممكن انه احنا الاكل اللي بناكله هو يكون مثلا سبب من اسباب انه احنا نتعرض لبعض المشاكل ببشرتنا، مثلا كثره الحلويات خاصه بشهر رمضان؟ صح. ممكن همنا ناكل اكل دسم جدا ياثر؟ فكره انه واحد يبقى كذا ساعه بدون اكل راح يشعر بجوع، فبالتالي بوقت الفطور راح يكون ما يقدر يسيطر، ممكن ياكل اكل هو بايام العاديه ممكن يكون ممتنع عنه. صحيح. بس لما يكون صايم جوعان لهذا الموضوع راح ما يقدر يسيطر. أي. فممكن اكو ناس هوايه الحلويات مثل ما ذكرتي كلش سبب مهم المشاكل البشره خصوصا للي يطلع لهم حبوب.
وخاصة للي عندهم مشاكل هرمونية ده تسبب لهم هاي الحبوب، لأن السكريات والكربوهيدرات ويا المشاكل الهرمونية تزيد لنا الطين بلة. بالإضافة لأنه أكو الأكل الدسم، الأكل الدسم هم يسبب لنا مشاكل. اللايف ستايل اللي يصير عادة برمضان أنه سهر لحد الأذان الإمساك، فهذا هم يخلي أكو تعب جو العين، تعب بالبشرة، فهاي كلها الأمور إحنا لازم ننتبه لها. طيب دكتورة، أكو أنه بما يعرف صيام الجلد، شنو يعني هل أنا أول مرة أسمع بها بصراحة، وشلون يتطبق هالشي صيام الجلد؟ صيام الجلد هو خلينا نقول فد شيء مؤخراً موجود، نعم، اللي هو أنه أنا أمتنع أنه أمطي أي كيميكال لبشرتي. يعني أنا أمتنع عن الكريمات اللي عادة أنا أستخدمها، عن الغسول مال الوجه، يعني حتى من الواقي الشمسي يمتنعون. يعني قصدك يوم واحد مثلا؟ لو لا اسبوع كامل؟ لا حسب، اكو ناس اسبوع، اكو ناس تستمر الشهر. فيقول لك انه انت خلال السنه تنطي فرصه لبشرتك انه هي تعالج نفسها تلقائيا من وحدها، فتكتفي بس بالغسول بس بالمي. نعم. ويكون عاده همينه اذا يكون المي المعقم، يعني مو المي العادي مالت الحنفيه. ثانياً إنه لا كريم، لا واقي شمسي، لا أي علاج أنت متعود، خصوصاً لأشياء اللي صار لك فترة طويلة عليها. نعم. يعني مو الأشياء الحديثة، شيء أنا صار لي فترة هو روتيني اليوم اللي دائماً أنا أستخدمه. فهي كلها تمنع عنها، تبقى فقط على الغسول بالماء فقط. نعم. فالصراحة ده تجيب نتائج حلوة، واني انصح بيها. انه مرات احنا هالقد ما نهتم ببشرتنا، نهتم ببشرتنا راح نكسر فكره انه البشره لها القدره انه تعالج ذاتيا هي نفسها. نعم. راح تكون دائما معتمده انه اكو مصدر خارجي هو راح يعالجني. نعم. فهذا الشيء قوي من مناعه الجلد، ويقوي حتى من طبقات الجلد. نعم. طيب دكتوره مروه، شنو الاجراءات اللي احنا لازم نسويها، يعني خلينا نقول طيله ايام شهر رمضان المبارك، حتى احنا نحافظ على بشرتنا؟ اكو اشخاص قبل العيد خلينا نقول باسبوع يريدون يروحون هم هاملين بشرتهم قبل، يريدون يحصلون على نتيجه حلوه، او اذا عندهم مشاكل يريدون هذه المشاكل تختفي شي باسبوع. صح. او بجلسه واحده او جلستين. اهم الاشياء اللي احنا ضروريه لازم نتبعها، اهم شيء انه انا اعوف هذا الموضوع، انه هو مو قبل العيد باسبوع انا التجئ انه احل المشاكل او اسوي تغيير. نعم. فاني اخلي اكون انه متواصله ويا طبيبي من اول يوم. لان مرات اكو بشرات تحتاج وقت وتحتاج الى تسلسل معين من العلاجات حتى نوصل بها النتيجة. فمثلا أنا أكون متابعة من أول يوم، أروح لطبيبي، أسمع من عنده نصائح، أسمع من عنده أنه أنا بشرتي شنو محتاجة، على شنو أركز بأكلي، على شنو أمتنع بهاي الفترة. قبل لا، أنه مو مجرد أنه قبل أسبوع للعيد خليني أروح، خليني أسوي شيء التغيير. نعم. اللي أنا أريده. فإذا بلشنا من بداية رمضان راح تكون النتائج أحلى. نعم. طيب دكتورة، أنت اليوم قدمتي معلومات كلش مهمة وضرورية لكل بنت وسيدة دا تشوفنا، فنريد من عندك همينة نصائح مهمة، حتى شلون إذا مثلا اللي ما تقدر أنه تروح مثلا تسوي أوبر نظارة، أو مثلا تسوي هايدروفيشل خلينا نقول بالسناتر وهي وبالبيت قاعدة، شلون تحافظ على بشرتها؟ نصائح من عندك مهمة نريد تطينا لنا وللمشاهدين. أهم شيء أنه أنتبه على شرب المي مالتي، ما انسى، حتى لو اخلي لي اني فد كميه من المي اجبر روحي انه اني هاي يوميا اخلصها. نعم. ثانيا انه احتاج بس اعرف شنو اني نوع بشرتي. يقدر واحد من خلال اكو فيديوهات او هوايه، اكو فيديوهات تعليميه اعرف بها نوع بشرتي، حتى لما اروح اشتري مستحضرات العنايه مال بشرتي اشتري الشيء الصح. نعم. لأن مرات واحد هو ده يهتم بيها ويروح ويشتري أغلى شيء ويكون ما مناسب ويسوي له مشاكل ثانية. نعم. مجرد أنه ألتزم بالترطيب الليلي مع الواقي الشمسي الصبح، أنا هين شيء كلش أنفضل على بشرتي. لأني الشغلتين أهم شيء ألتزم بيها. صح. يكون أكو ترطيب ليلي، كريم ليلي ملائم لبشرتي، مع اختيار الواقي الشمسي المناسب لبشرتي الصبح، الأمور كلش راح تصير حلوة وتمام ومسيطر عليها. مو شرط واحد يوميا او كل شهر يروح، بس يكون عندي طبيب جلديه اثق فيه اروح له كل فتره، حتى لو بس يكشف ويعرفني انا شنو اللي احتاجه. نعم. طيب دكتوره مروه، احنا ذكرنا بعض الامراض ممكن يخفون او يقلون بشهر رمضان المبارك بسبب الصيام. اكو بعض الامراض ممكن انه تزيد الحاله سوء بسبب الصيام؟
مو بسبب الصيام، بسبب تعاملنا احنا ويا الصيام، الطريقه الغلط. الطريقه يعني الغلط، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، اذا انا ما راح اقدر التزم بانه اكل هوايه حلويات، اكل هوايه اشياء بها كربوهيدرات، هوايه اشياء بها دسومه، انا الصيام بالعكس راح يكون شيء مفيد الي. بينما لا، اذا تعاملت بغلط ويا هاي الامور اكيد هاي كلها راح تسبب لي تحسسات، تسبب لي التهابات، تسبب لي حبوب بالبشره، وبالتالي تصير النتيجه عكسيه. نعم. طبعا دكتوره مروه قدمتي لنا نصائح ومعلومات جدا مهمه، شكرا لك ولتواجدك ويانا. شكرا لاستضافتكم، وان شاء الله قدمنا اشياء حلوه للمشاهدين. شكرا لك.